وصلنا للجانب الطبية سالي. اليوم رح نحكي طبعا عن موضوع الاعتلال العصبي السكري. هو بالواقع نوع من تلف الأعصاب اللي يمكن أن يصاحب مرض السكري. اليوم بدنا نعرف عن هالمرض أكثر، وأكيد التفاصيل مع الدكتور تامر تامر، أخصائي بأمراض الأعصاب والجراحة. يسعد لي صباحك دكتور. يسعد صباحكم. أهلا صباح وسهلا فيك. الخير. الله يبعدنا عن اعتلال الأعصاب وكل شيء. صباح الخير دكتور، موضوعنا جدا مهم وحساس، وخاصة لمرضى السكري اللي هن أحيانا بيتغافلوا عن مواضيع وممكن يهملوها وتؤدي لهذا الموضوع اللي رح نتعرف بالبداية عنه مع حضرتك. ما هو اعتلال الأعصاب السكري؟ هلا هو اعتلال الأعصاب السكري جزء من اعتلال الأعصاب اللي ممكن يصيب أي جزء من الجهاز العصبي، وهو بنشوفه كتير بسياق الداء السكري. هلا الحقيقه دائما في عنا مشكله بهي القصه، انه المريض السكري بيفتكر حاله انه مريض، بيرفض اي انسان بيرفض يعترف انه انا مريض. صح. وكثير بنعاني منها نحن، انه لا انا عندي شوي مرتفع السكر، بده منظم للسكر. فالنتيجه بتكون اهمال، ارتفاع سكر خفي، وهذا بيؤدي ل أزيات بالأوعية الدموية الدقيقة بدون ما ينتبه المريض، ومفتكر إنه ما في شيء، وممكن ما تظهر عليه أعراض، ما يحس بوجع وما بيحس بشيء، لسه ما كان حاسس بأعراض. ترتفع نسب السكر، تتآزى الأوعية الدموية الدقيقة اللي بتغذي الألياف العصبية، ببلش بقى العصب يعطي أعراض. هون الأعراض العصبية اللي بتطلع حسب درجة الإصابة، واللي أنا هون كثير مهم إني أذكر هاي النقطة، ولو إنه هيك بدي أقفز شوي بالمحور، إنه ممكن يكون العرض العصبي هو أحد أول الأسباب اللي بيطلع فيها السكر. يعني مريض والله معك سكر، أعراضك هي اعتلال أعصاب سكري، بيقول لي أنا ما معي سكر، أو معي سكر بس مضبوط 120-130، ما عم يرتفع كثير، بس ممكن يكون صاير هو سبب الأذية، وهو اللي بيساوي اعتلال أعصاب سكري وبيعطيني كعرض أول. يعني أول ما طلع ما مشخص سكر، بس صار عنا اعتلال أعصاب سكري، وهون بيكون الموضوع كتير حساس وبده علاج بشكل مكثف. نعم دكتور، عم نحكي عن موضوع اللي عم شوفه حتى عند الشباب، يعني حتى في منهم عم يتجهوا على أدوية الأعصاب اللي ممكن تضر كمان سلبا على صحتهم. في أنواع من الاعتلال العصبي السكري، خلينا نحكي عنها، وكل نوع حسب خطورته. طيب هلا الاعتلال العصبي السكري صراحة بيتقسم بعدة تصنيفات، يا اما اعتلال عصب سكري حاد او اعتلال عصب سكري مزمن، وعاده معظم الاشكال بتكون اعتلال اعصاب سكريه مزمنه. هلا ممكن نسميها حسب الاصابه او حسب الاعراض او حسب الجهاز، الجزء من الجهاز العصبي اللي انصاب. يعني اعتلال الاعصاب المحيطيه هو اللي بيصيب النهايات العصبيه اللي هو الاشيع، فبتلاقي المريض عنده خدر وتنميل بايديه وبرجله، بنسميه نحن نمط القفازات والجوارب. يعني محل ما بيلبس الإنسان القفاز أو الجوارب، هي اللي بتكون في عنده خدر وتنميل وشواش حس. يعني بيقول لك عم يمشي على أرض مثل السجادة، معني ماني لابس شيء برجلي، عم أحس في مثل بحص أو حجر صغير تحت رجلي، من رغم أنه ما في هيك شيء. بيضايقه لبس أي شيء مغلق برجلي، هي كلها من اعراض اعتلال الاعصاب السكري المحيطيه. نعم. هلا ممكن يصير اعتلال اعصاب حشويه، يعني نحن بنعرف انه القلب بتنظم عن طريق اعصاب حشويه، الامعاء حركتها كلها الى منظم عصبي هو اللي بينظم الجهاز العصبي الودي ونظير الودي. اذا صابه ممكن يؤدي لاعراض العلاقه، آلام بالمعدة، حتى في اسهال اسمه الاسهال السكري، لانه بتصير حركة الامعاء مضطربة. طبعا والضعف الجنسي اللي هو شائع كمان عند الناس اللي بيصابوا بالسكر على المدى البعيد، ممكن يكون الاعتلال العصبي السكري واعتلال وحيد، خاصة بالأعصاب اللي متحكمة بالرأس، أو نسميها نحن الأعصاب القحفية اللي بتصدر من الدماغ. هذا الاعتلال هون ليش عم ننبه عليه؟ بيجي المريض عنده حول، هو مريض سكري بس صابه حول فجأة، أو ضعف بالنظر. هون بيكون المريض ما أنا مقتنع انه طب انا سكري مضبوط ما كثير مرتفع، شلون صار معي هيك؟ لا، هذا اسمه اعتلال اعصاب سكري.
النمط الرابع هو الاعتلال الجذري، وهذا أندر شوي. نعم. اللي بيصيب الجذور العصبية بتلاقي بتظاهر مثلا بضعف بحركة الرجل لدرجة الشلل، يعني أحيانا مريض ما بيقدر يمشي، سببه هو أنه صار في عنده اعتلال بالجذور. ممكن القدم كمان؟ طبعا هو نحن قلنا نمط الجوارب بيصيب هو أهم شيء أسفل القدم، وهو هذا أول واحد وأشيع واحد ممكن يحس فيه المريض. فهي الأربع الأشكال اللي ممكن تصيب الجهاز العصبي في داء السكري. يعني العلاج خلينا في له علاج ولا علاجه صعب كتير ولا خطير؟ هلا أول شيء بدنا نقنع للأسف المريض إنه هو عنده سكري، ونحن كتير وحقيقة هون نقنعه إنه نعالجه، لأنه أنت بتعرفي لقلك شغلة، مرضانا للأسف عندهم مشكلة بثقافة المرض والتعامل معه تماما. يعني نحن عم نحكي على مرض مزمن، مرض مزمن بيحتاج لتغيير نمط الحياة تبع المريض. صحيح. بنبلش من الحمية، نمط الحياة الاستهلاكي، انه انت لازم تمشي، لازم تتحرك، لازم تحسب قديش في داخل كالوريز، قديش داخل كربوهيدرات لجسمك، وقديش انت عم تصرف لحتى تضل محافظ على توازن السكر بجسمك. وما بيهمني انه نحن نعمل كل اسبوع رقم سكر والله 100 ويطلع مزبوط 130 140 مرتفع شوي، لا حتى واحد ياخذ انه لا، نحن المشكله انه السكر بيكون عم يرتفع بشكل نوبي، احيانا عم يصير 250 260 بعد الوجبات، ويرجع لارقام بعد ما ناخذ الادويه، وهذا بيضر، والناس ما كثير عم تفهم هاي الموضوع. فالموضوع لازم ينضبط على قدر الامكان بدون تموجات، مشان ما نعرض العصب لنواتج استقلاب السكر اللي هي أساساً السبب الأساسي، مع اعتلال الأوعية الدموية الدقيقة ونقص التغذية على العصب بأنه تنأذى الأعصاب. لأنه هي النواتج لما بيرتفع السكر وما بينحرق عن طريق الأنسولين، وهي بشكل كتير مبسط عم نحكي، بينتج عنه بيستقلب بطريقة غير طبيعية غير الإنسان الصحي، وبينتج عنه جذور حرة نحن نسميها مثل السوربيتول، وهذا مثل اللي بيحط أسيد على مادة، شلون بتنحرق؟ نفس الشيء بتنحرق النهايات العصبية. فنحن لحتى نخفف هذا الموضوع، أول شيء لازم نضبط السكر ما يرتفع في الدم ولا لفترة، منشان حتى نخفف هذا الموضوع. بيجي بعدها الأسطورة العالمية تبع اعتلال الأعصاب، إنه بدنا نعطي فيتامينات الأعصاب. طبعا بالطب او بالعلم هي اخر شيء بتنعمل، اول شيء بنعمل انه ضبط السكر، توسيع الاوعيه الدمويه ببعض الادويه، تنشيط الدوره الدمويه بالرياضه، وكمان الاعتناء بصحه الاطراف، يعني ما نعرض الطرفين للبرد الشديد او للدفء الشديد بحيث انه يصير في عنا اذيات. هي الامور مع ادويه معينه اللي هي العلاقة بتخفيف الألم وتخفيف الخدر، وآخر شيء بنعطي الفيتامينات. وللأسف نحن هون ببلدنا دائما بنلاحظ أنه مرضى السكر عندهم ارتفاع بنسبة الفيتامين، لأنه كلهم بياخذوا بس فيتامين معتقدين أنه هو اللي بيحمي من الموضوع. الجديد هلأ اللي نازل اللي بلش بالعالم خلال 3-4 سنين الماضي، أنه نحن طالما في جذور حرة مسؤولة عن اعتلال أعصاب السكري، طب نحن بالإضافة للضبط بنحاول إذا صار في جذور نخفف تأثيرها. فطلع عندنا حمض مثل حمض الألفا ليبويك أسيد أو الأوميجا، هدول بيخففوا من الأكسدة تبع الجذور الحرة، مع في بيبتيد جديد هو السي بيبتيد، كان يعتقد أنه ما له قيمة، لا طلع بكتير بيعاكس من تأثيرات السكري على الجهاز العصبي. نعم دكتور، يعني خلينا هيك بالختام نحكي نصائح لكل اللي عندهم وجع اعصاب، خاصه عم نسمع كلمه ايدي اعصابي عم تجعني مثلا، بنسمع كثير عند الامهات او عند اللي بيشتغلوا كثير او عندهم عمل مكتبي مثلا، انه اعصابي عم تجعني ايدي. فصرنا هي اليوم اعتلال عصبي يعني كلمه كبيره الى عده عوامل وعوارض، المهم نعرف السبب وبعدين نعالجه. خبرنا اليوم هيك كيف فينا نحمي حالنا، لانه المضاعفات خطيره، كيف نحمي حالنا؟ في نمط حياة معينة، في ممارسات معينة حتى نقدر نحمي حالنا، وخاصة اللي ما بيعرفوا انه معهم سكري. طبعا لا انا يعني بدي اقول لك شغله،
دائما انا التعامل بحاجه لثقافه، هيك موضوع، وهذا الهدف يمكن من كثير من هيك لقاءات. واحد دائما نتعامل مع الجسم انه هذا جهاز بحاجه لصيانه، مثل ما نحن بنستهلكه لازم نقوم بصيانته، سواء بطريقه التغذيه، سواء بطريقه الحياه، سواء بطريقه الاعتناء فيه. طيب اذا عم نحكي هون بالموضوع السكري، قلنا انه نضبط السكر. اثنين الاستهلاك، يعني نحن انت عم تقولي انه الامهات والالام، طب نحن انا بتسالي الام انه شو شغله، بتلاقي انه حاطه برنامج شغل 6-7 ساعات بتضمن غسيل وتنظيف ومسح وحركه يدويه جدا كبيره على المعصم والاربطه، هذا بيؤدي لتمزقات خفيفه، ولكن تراكمها مع الزمن مع 10 سنين 15 سنه رح يؤدي لاصابات مزمنه. صحيح. وممكن يضغط العصب، هاي الالتهابات المفصلية ممكن تضغط الأعصاب وتساوي لها اعتلال أعصاب، مو سكري بس إذا كان معه سكر فالنتائج بتكون كبيرة. النصيحة هون دائما إنه نحن نقسم مجهودنا، نعتني عن طريق الرياضة وعن طريق التغذية المناسبة بهذا الجهاز، ونقدم له الشيء الكافي من الراحة والاعتناء بالرياضة. نعم، يعني يا دكتور في شيء خطير ممكن إذا ما تعالج يؤدي لخطورة للمريض، يعني ممكن تصير يعني لا سمح الله إذا كان بالقدم يصير في يعني اعتلال كامل، ما عاد يقدر يمشي على رجله إيديه، يعني في حال ما لحق حاله وشاف الموضوع. طبعاً هلا أول شيء الآلام الشديدة، يعني نحن عم نحكي على آلام حادة جداً ممكن ما تخليه ينام بالليل. اثنين الأهم من هيك والأخطر من هيك إنه المريض السكري لما بيفقد الحس بالأطراف فممكن كتير بيراجعونا إنه تنحرق رجله أو يكون لابس شغلة ضيقة وما يحس، وهذا بيؤدي لإصابات خطيرة. وبتعرفوا مريض السكري بيكون مناعته ضعيفة، فممكن القصة تصير خراج، ومن خراج لأنتام بالقدم، ومنها بعدها جنجرينا، وممكن تؤدي للإصابة. بالإضافة لأنه هو بنفسه اعتلال عصب السكري ممكن يؤدي إلى خزل وشلل بالطرف. ونحن عندنا مرضى انكشف أول انكشف داء السكري عندهم بأنه راجعونا بالعيادات أنه أنا ما عم أقدر أمشي. فتخطيط العصب طلع عنا اعتلال، التحاليل طالعت عنا سكري وكان خفيف وكان ببدايته، ولكن كانت تأثيرته يعني هون لحقنا، وعلى العلاج الفيزيائي تحسن المرضى بس كان تأثيره سريع. إذا كان بالآلام قصدي بيتلحق؟ طبعاً طبعاً. حتى بنعمل له عمل جراحي كمان دكتور في ممكن ولا لا؟ لا فقط علاج فيزيائي. لا فقط علاج فيزيائي وضبط السكر وإجراء ضبط السكر. طبعاً وإعطاء الأدوية المناسبة بهاي الحالات. هي أهم شيء يمكن سالي الأدوية، لأنه كل حدا بجوع عصب بياخد مسكنات عشوائية. صح. يعني أحياناً صح. ممكن كمان تضر سلباً دكتور. أهم شيء هون بدي نبه عليه إنه باعتلال الأعصاب السكري ما بتفيد المسكنات العادية، لأنه هذا ألم عصبي. صحيح. ممكن يفيده لفترة صغيرة جداً وبعدها ما بيعود بيفيد أبداً. صحيح. احنا بنتشكرك كثير دكتور على كل المعلومات اللي عطيتنا إياها، بنتمنى لك نهار حلو مليء بالصحة. وأنا بتشكركم، بشكر جميع المشاهدين. شكرا لك دكتور تامر، شكرا لك، شكرا على المعلومات القيمة اللي دائما حضرتك بتفيدنا فيها. وعن جد ممكن يعني في أشخاص يعني ما ينتبهوا لهون، نحن عم نلقي الضوء عليها خلال الفقرة الطبية.